ننتقل لموضوع جدا جميل. يعني مين فيكم ما يحتاج صيانة للمشاعر؟ مين فيكم ما تعرض لكثير من المواقف في حياته الصعبة اللي بعدها قعد مع نفسه وفكر أنه لا، أنا أحتاج فترة استرخاء، أحتاج فترة أراجع فيها نفسي، أحتاج أجلس مع نفسي. لأن الجلوس مع النفس، محاسبة النفس، يعني ممكن يغير أشياء كثير للأفضل، خصوصا إذا مريت بمواقف جدا صعبة. وخلينا نسميها بالنهاية مثل صيانة المشاعر. أسئلة كثير راح أجاوب عليها اليوم أخصائية النفسية رزان زمزمي، مشرفتنا ومنورتنا اليوم رزان. يا عيوني، أنا والله لي الشرف بوجودي معاكم. اليوم نتكلم عن كل المشاعر الإنسانية، وتحديدا يعني اللي نبغى نعرفه، هل استخدام المشاعر مرهق نفسيا ولا لا؟ اولا انا حبيت جدا موضوع اليوم. كلنا هو جاء على الجرح اصلا بالضبط. يعني شوفي، بالنسبه لمرهق نفسيا او لا، هو على حسب انت كيف تتعاملي مع هذه المشاعر او كيف منظورك لها. يعني ممكن حتاخديها كزي المشاعر السلبيه، ممكن الشخص ياخذها كشيء محبط وعجز وفشل، وممكن بالعكس ياخذها انه شيء يطور من ذاته ويقوي في نفسه. فهي سلاح ذو حدين، لو عرفتي تتعاملي معاها يا لميا والله حتعيشي مرتاحة مرة. يعني أصلا بقول لك، لما أنت في علاقاتك مع الناس مثلا، في أشخاص يجي يقول لك أنت ليش بتطلع مع فلانة أكثر مننا وما أدري إيش، بتقولي والله أنا مبسوطة، أنا مرتاحة، أنا مرتاحة. فهو المشاعر لما تضيفيها في العلاقات صراحة يعني بتضيف معنى ثاني. نقدر نقول بما أنه صيانة مشاعر، فأقدر أقول أنه هي بنزين العلاقات. الله، طب حلو. إيش هي أكثر أنواع المشاعر برأيك اللي تستنزف مشاعرنا وتستنزف طاقاتنا أو طاقة الإنسان باعتقادك؟ شوفي، أنا باعتقادي بشوف أنه كل شيء بيتسوى بحب يكون بطاقة أكبر. كل ما كان الشغف أكبر، كل ما كان الطاقة أكبر، كل ما كان يعني الاستنزاف الحب. أكثر. خلاص خليك لا لا بس كده. لا بالعكس، الحب أنا هو أكثر إحساس أو أكثر مشاعر ممكن تستنزف طاقة الإنسان. لا يا لمي، ماني معاكي. هو ممكن عشان بتستخدمي أنواع مشاعر كثيرة، لأنه ما في أيوة نوع بالضبط مشاعر معين. بالضبط. أيوة، بس حرام ما نكون ظالمين كمان نقول كذا. ممكن يكون بالعكس أحلى نعمة تمر فيها الشخص، يعني فما يكون مرهق، يكون العكس. زي كيف تتعاملي لسه اليوم فضحناكي باين باين في كلامك. لا والله انا انسانه تحب الحياه الصراحه وعاشقه للحياه، فاي شيء له علاقه بالحب تلقيني اول مشجع لهذا الشيء. بالضبط. فلا خلينا نتكلم حقيقي من صوره يعني علميه. اوكي. قلنا اي شيء له علاقه بالمشاعر يكون له علاقه بالطاقه، يعني كل ما كان له رغبة واهتمام أكبر، كل ما كان استنزاف الطاقة فيه أكثر. بس نيجي نمسك مثلا موضوع المشاعر السلبية. أنا إيش لاحظت لمية بواقع شغلي مع الحالات وكذا، كثير بيجوني حالات بيقول لي بيحس بالعار أو بالذنب أو بالخجل، إنه بيحس بمشاعر سلبية، إنه أنا أحس بالحزن، ولا أنا أحس بالألم، ولا أنا أحس بالإحباط. فتلقيه حتى متفشل يقول لي اياها طول الوقت، بيقعد يقول لي انا اسف، انا اسفه اني اقول لك كذا، انا اسفه انه ممكن دحين انا اضيق صدرك. انا فصار الشخص ماخذ اعتقاد انه انا لما احس بمشاعر سلبيه انه هذا ذنب، فصار بيسبب له مشاكل نفسيه ثانيه. صار الشخص بيحس بواقع ثقافتنا انه انا لازم اكون سعيد طول الوقت، هذا إيجابي طول الوقت. بالضبط. صار استنزاف أكثر وأكثر في المشاعر. فشفتي، حتى التفكير أنه أنا أبغى أكون إيجابي صار ممكن يوصل للشخص أنه يستنزف في مشاعره. والدراسات معلش بس بتقول يا لميا أنه كل ما الشخص عرف يتعامل مع هذه المشاعر السلبية ويتقبلها أكثر، كل ما كان اتمتع بصحة نفسية أفضل. طب أنا أكيدة أنه يجيكي أو يجيكي كثير من الحالات اللي ممكن تقول لك يا أخي أنا تعبانة أو أنا نفسيتي تعبانة. صاروا الناس من كثر ما يقولوها ما يعرفوا بالضبط من النفسية تكون تعبانة إيش يعني. أكيد هذا مو مرض أبدا وما له علاج، بس ما له علاج يعني ينأخذ. أيوة، عرفتي؟ الدوائي تقصد. أيوة. فبالنهاية إيش ممكن نرد عليهم، إيش ممكن نقول لهم؟ شوفي، هو ممكن حتى يكون له علاج دوائي، بس بعيدا عن الدواء، أنا طبعا أخصائية نفسية فأيد العلاج السلوكي والمعرفي ودي الأشياء. المهم، هذه المشاعر لما بتجيك لحظة تحس إنك
نفسك ما انت طايقتها، يعني حتى ملابسك اللي عليك نفسك تقطعيها، فهمتي؟ نفسك تطلع من نفسك، عرفتي؟ عجبتني نفسك تطلع من نفسك. فهذه بتكون نتيجة كبت المشاعر يا رمية للأسف، انه بيكبتها الشخص سواء بالتجاهل، سواء بطنش، سواء يعني سيبك، فبعدها بتبدأ تتكون، تتراكم 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 إلين ما تطلع على السطح بطريقة إنذارات إنه أنا تعبان، أنا مرهق، أنا متضايق. زي شفتي مثلا أنت تكوني مبسوطة دحين إحنا جالسين نضحك، بعدها بدقيقتين تقولي رزان أنا مرة متضايقة، صح؟ وتكوني ما أنت عارفة ليه. تعرفي ليش؟ نتيجة التراكمات النفسية اللي أنت عندك جواتك، المشاعر اللي ما تعاملتي معاها وطنشتيها وكبتيها بدأت تطلع. ممكن تطلع في أي وقت وتظهر عليك زي البالونة، انفخ البالون انفخ البالون انفخ البالون لين ما تصير كبيره. واحد من اثنين، يا اما حتنفجر في وجهك، يا اما اول ما تكه صغيره بوم تلقى انفجرت، عرفتي؟ صح. فهذا اللي بيصير مع مشاعرنا. طب بعد ما عرفنا يعني اغلب المشاكل اللي ممكن تواجهنا، فكيف ممكن نجدد مشاعرنا او نسوي صيانه للمشاعر؟ which is انا برايي انه شيء مو غلط ابدا ولا عيب، واللي كثير من الناس ما شوفنا تتفهم هذا الموضوع. إذا طلبنا العزلة أو الاسترخاء أو أنك تجلس مع نفسك، ليش؟ يعني أنت مريضة نفسياً على طول أول كلمة تجي في بالهم. صارت للأسف شتيمة، صارت للأسف إحباط. فبقولك لا، أنا الصراحة من أكثر الناس اللي بتأيد موضوع العزلة أو موضوع أنك أنت تختلي بنفسك. يعني أنا حقيقة شوفي، أنا دحين حتكلم لك من واقع تجربتي الشخصية، ما حتكلم لك من واقع أكيد أخذتها من علم النفس، بس ما حتكلم لك بمنظور عملي. أنا طبقتها على نفسي. كيف؟ لما بيمر فيها لحظة إحباط شديدة، ولا لحظة ألم، ولا لحظة كسرة، ولا عجز، ولا جرح، ولا أيا كان، أول شيء بسويه رمية بأروح مكان لحالي تماما، حتى جوالي أخليه مرمي بعيد ما أدري عنه فين، وأبكي أبكي 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 أبكي، أطلع كل مشاعر الحزن اللي عندي، عرفتي؟ كل مشاعر الألم، كل مشاعر البكاء، إلين ما خلاص. بعدها أروح أدور لي مكان على البحر ولا مكان طبيعة وأجلس فيه وأقعد أفكر، أفكر في الموضوع، أشوف يا ترى هل أنا اللي كنت غلطانة في الموضوع؟ إيش الأشياء اللي أحتاج إنه أغيرها؟ الشخص هو اللي غلط علي؟ أدور، فهمتي؟ بيني وبين نفسي أقعد أدخل جوا سبب المشكلة اللي بتحسي فيها. أيوة صح. وبس، وبعدها أقعد أدعي ولا أقرأ قرآن ولا شيء، وأقعد أتكلم مع ربي، أتكلم مع ربي، أتكلم مع ربي، أخلص أروح لوحدة من صاحباتي أو ماما وخلاص أسمع إيش هي بتقول. حتى أوقات أكون بس مجرد إنه مستمع. أيوة، إيش اللي بيصير؟ خاص، وبعدها يوم يومين سبحان الله ألقى ولا كأنه شيء صار. فكذا أنت بتتعاملي مع الموقف بطريقة. أنا بقولك دحين إحنا في الحياة العامة الطبيعية كل يوم بتعرض المواقف، إيش اللي بيصير؟ عقلك على طول بيدور في الملفات إيش في شيء مشابه لهذا الموقف. لما بيلقى ملف مشابه لي حيقوم يفتح الملف ويدور ايش في مشاعر، ايش في خبرات، كلها حتبدأ تجيكي. فإذا أنت ما تعاملتي معاها أول بأول يا لمية، حتصير تطلع لك تطلع لك تطلع لك كلها فوق بعض، تراكمات تراكمات تراكمات، إلين ما قلنا زي البالونة حتنفجر. هي رزان صدمات واردة واردة، يعني لابد منها. ما حقيقي. في إنسان عايش حياته بكل سلام وبدون أي مشاكل ممكن تواجهه بيومه، ولكن كيف ممكن نحن نهيئ النفس لهذه الصدمات عشان أول ما تجيهم ما يحسوا أنها كارثة؟ صح. يتعاملوا معها بكل يعني سلاسة، أريحية. أريحية بالضبط. أيوة، شوفي بالنسبة لموضوع الصدمات أنا معاك، ما في أي شيء ممكن يحميك أو يقيك أنه ما تعرض لصدمة، بس احنا اللي بيدنا ممكن نسويه نخفف قوة تأثيرها. بمعنى عندك ثلاث نقط مهمة أنا أشوفها من وجهة نظري. أول شيء خلي توقعاتك نزليها شوية، يعني مو لازم تعيشي في الخيال والتوقعات اللي ما هي واقعية أصلا. فلما أنت تخففي من هذا الموضوع لما تجيك الصدمة أنت أوريدي أصلا متقبلة الوضع، يعني توقعاتك كانت ما هي عالية. ثاني شيء تجي الموضوع انه الاتزان. لما انت تكوني متوازنه في امور حياتك من الناحيه الماديه، الناحيه الاجتماعيه، الناحيه العائليه، الناحيه المهنيه، الناحيه الروحانيه، الناحيه النفسيه، هذه كلها بتخليكي لما تجيك الصدمه تعرف تتعاملي معاها. ليش؟ يعني مثلا لما تجيكي انت صدمه ماديه
ما بتعاني من الموضوع مرة إذا أنت عندك اتزان، لأنه أنت ما أنت معطيتها كل اهتمامك وكل وقتك، فتكون عليك قوية. أو لو مثلا صدمة عاطفية، أنا معطية كل اهتمامي وكل وقتي لهذه العلاقة أو هذه العاطفة، فلما تجيني الصدمة أنا أحس أنه أوه أنا أوريدي مقصرة في هذه الأمور كلها، فجاء الموضوع اللي أنا مهتمة فيه جبت العيد، فخلاص الشخص يحس أنه انكسر. طيب إيش رأيك بالطناش رزان؟ هل تتوقعي أن الطناش واحدة من الحلول اللي ممكن تخلينا نكون سعيدين ومرتاحين بحياتنا؟ شوفي الطناش أنا ضد مبدأ الطناش، صح هو سلك تعش طنش تعش تنتعش، يا أخي طنش بالنهاية وانبسط بحياتك. بس اللي ودانا ورا الشمس هو موضوع أني أنا أطنش، أنا أحس بالألم، لا ما ينفع أبكي، لازم أكون قوية، أنا ما ينفع أشكي أنه هذا الموضوع ضايقني، لا أنا هذا الشخص كيف حيشوفني سلبية، حيشوفني ضعيفة، حيشوفني مدري، لا، وخلق الإنسان هلوعة، طبيعي أنك أنت تكون ضعيف، أنت كذا طريقة خلقك، آليتك، زي ما قلنا صيانة المشاعر. وبالنهاية أتوقع حتى لو طنش ممكن يبان. بالضبط، أنت حتطنش بعد فترة حتيجي يوم حتنفجر زي ما قلنا، لأنه تراكمات تراكمات تراكمات. شكرا لك رزان زمزم أخصائية نفسية على هذا الموضوع وهذه النصائح اللي قدمتيها لنا اليوم، لأنه تكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. لازم يعني هذا بحر ولازم ناخذ فيه أكثر. مشاهدينا مكملين معاكم، بس فاصل قصير وراجعين بعد الفاصل.